كما يدخل عندك اللاشين في الموقف يقول لك عادي يقول لك انا ما عنديش ما شاري يعني. وانت شد الانافا صح واش دا الانافا شديش الانافا وعرفش عرفش كما كيقولوا العبار ديال الكاميو راه مزيان. واش اخوش فيديو جديد نهار جديد كما كتشوفوا معنا. كنتمنى من الله كلشي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وين فيديو ديالتنا شي حاجه اليوم ماشي زوينه وقلت علاش لا ما غاديش نجي نضغط عليكم حيت شحال هادي ماشي شحال هادي ما انا كنحسبها شحال هادي السوني يلاه كيباركي دابا في الباركينغ غادي نخرج منه يلاه غادي نشد الطريق ان شاء الله نجي نطلع عليكم نسول فيكم شويه علاش لا الا كنتو نتوما توحشونا. المهم خليكم على هذا الفيديو شويه ان شاء الله كلشي نجيو معنا البارك بحال الله تعالى خارج دابا طريق سلامة للجميع. كنتمنى من الله الخوت تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة إن شاء الله. ومن فيديو ديالتنا شحال هادي اليوم زوينة وغادي ندويو على شي بعض الحوايج وعلاش كنت تعطل علاش مشفتش لينا في القناة علاش هادي علاش هادي علاش هادي. واش الخوت فيديو جديد نهار جديد كما كتشوفوا معانا أنا غادي شاد الطريق ديالتي كما تشوفوا معانا الكاميو ديالنا هو جاي 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 نتمنى من الله كلشي تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. المهم فيديو ديالتنا شي حاجة اللي اليوم ثاني شي حاجة اللي زوينة وقلت علاش لا ما غاديش نشارك معكم فيديوهات ديال شي حاجة أو مع كما كيقولوا أنا توحشكم حيت هذه سيمانة ما لحقتش لكم حتى شي فيديو شكرا شكرا بزاف على التعاليق ديالكم شكرا بزاف لحقوني التعاليق ديالكم كاملة ميت سيمانة علاش ما كنتش كلوح كانت كان عندي شي تخربيق وداكشي غنبارطاجيه معاكم ان شاء الله مي انا ما كنبغيش نتسبق للاحداث فهمتوا. كما قلت لكم الخوت غنبارطاجي معاكم بزاف د الحوايج مي انا ما كنبغيش نتسبق للاحداث بزاف شي حاجه يسهل فيها الله كما كيقولوا وان شاء الله غنبارطاجيها معاكم ان شاء الله ونهار ضروري كنبغي نجي نطلع عليكم وداكشي انسان باش مشعرفونيش راه بلي انا راني مضايق راني كما كيقولوا بلي انا راني ناسيكم ولا شي حاجه بالنسبه للناس اللي رسل لي كومونتير كتسولني على بزاف د الحوايج انا ما ناسي حتى شي واحد و علاش ما بقي علاش ما لحقت هاد السيمانه لحقت في الاول ديال السيمانه ما لحقتش في الاخر ديال السيمانه كنت درت واحد اللايف كان عندي شي حاجه ما يتقدا. المهم هاد القناه كما قلت لكم راني كنشارك معكم فيها اي حاجه واي حاجه كنقدر نقولها لكم اي حاجه كنقدر نشاركها معاكم كما تشوفوا معانا الطريق هاي دابا شاف الطريق او كما قلت لكم الخوش كنت غادي ندير لكم واحد الفيديو على حساب الهبوط مي ما درتوش غير سمحوا لي وصافي داك الفيديو ان شاء الله غادي نلوحو لكم وبزاف الناس كتسول عليه بالنسبه ديال الهبوط الهبوط راه شي حاجه اللي ساهله ماشي شي حاجه زعما اللي تحمق بها انت بالك على بالك باش تحمق بها لا بحال الانسان دابا اللي كيدخل مثلا عندك لاشين كما كيدخل عندك لاشين بحال ما كيقول لك كيقول لك عادي كيقول لك انا ما عنديش ما شاري يعني. وانت شد الانافا صح واش شد الانافا شدي الانافا عرفتش كما كيقولوا العبار ديال الكاميو راه مزيان شد العبار ديال الكاميو وهادي واش عرف تولي مزيان راه صافي. بالنسبه للمارشارين نشرح لكم واحد الحاجه بالنسبه للمارشارين كيقول واحد راه هنا راه هنا راه هنا صافي حيت انا شفت بزاف د الميساج جاو على المارشارين وانت عندك عبار في انافا علاش نسول هنا في المارشارين كاينش مشكل. المهم هذا الفيديو كما قلت لكم غنشاركوا فيه بزاف د الحوايج وانا جيت اليوم غير نطلع عليكم وكما كيقولوا جيت نسول فيكم في هذا الفيديو كما كتشوفوا معايا باش تعرفوا الدراري حنا باللي راه غادي وراه كنبارطاجي بزاف د الحوايج في الانستغرام الناس اللي متبعاني في الانستغرام راه كتدخل كتشوف كلشي داكشي اللي كنبارطاجي كلشي داكشي اللي كنديرو معاكم كلشي داكشي اللي كنبارطاجي معاكم الخوش كنديرو هذا في الانستغرام كنديرو لكم كامل وصوني يلاه غادي الخدمه حتى دابا يلاه غادي الخدمه ان شاء الله. المهم شاد النوبة ديالتي داكشي غدا ان شاء الله باش نقدر نوصل للنوبة ديالتي على حساب الشارج انا غادي دابا مازال غادي خاوي وما كثرش عليكم الخوش في هذا الفيديو بزاف ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديوهات اللي زوينين زوينين ما
ما تنساوش الخوت تابونا في القناه تدخلوا ليا. انا راه ماشي نبخلش عليكم، ما عندي ظروف فهمتوني، عندي ظروف باش نقدر فهمتيني كيفاش باش نقدر يوميا غنلوح فيديو لهادي غايج جايين واحد الايام غنولي يوميا غنلوح فيديوهات تتقنعوا مني بالمزيان فهمتوني كيفاش جايين واحد الايام ان شاء الله. وجاي بزاف تشروحات في هذه القناه وغتشوفوني انا فهمتوني كيفاش، ما غتشوفوا الانسان غتشوفوني انا يا درجات كما كيقولوا، بغيت نوريكم درجات فهمتوني، هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم الخوش السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في شي فيديو اخر اللي يكون حاجه تكون جديده، حاجه تكون زوينه ان شاء الله، تكون احسن من هادشي كاع، والسلام عليكم الخوش.